السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو إن شاء الله غادي يخصص صفحة 12 من كتاب المتعلم والمتعلمة من هل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري باش نزيد معكم هذه الفيديوهات ديال هذه الوحدة الأولى والوحدات الأخرى. إن شاء الله غادي تلقاوهم في القناة بفيديوهات مسترسلة إن شاء الله. إذا اليوم غادي ندير معكم الوحدة الأولى، الجهاز الهضمي، لاباغاي ديجيستيف، الأسبوع الثاني، الحصة الثانية، أعضاء الجهاز الهضمي. إذا أعضاء الجهاز الهضمي ووظائفها لدى الإنسان. Les organes de l'appareil digestif humain et leur rôle. يعني غادي نتعرفوا على الأعضاء ديال الجهاز الهضمي وكذلك على الوظائف ديالها، الوظائف اللي كتأديها هاد الأعضاء ديال هاد الجهاز الهضمي. إذا باش نتعرفوا على هاد الأعضاء وكذلك على الوظائف ديالها، غادي نبداو أولا بركن ألاحظ، جوبسيرف. عندي صورتين في الانطلاق توضحان أغذية صلبة وسائلة. هنا عندنا الكسكس وهنا لدينا الحليب أو اللبن. إذا نقرأ الوضعية. لاحظ علي أن الأغذية الصلبة تحتاج للمضغ قبل بلعها عكس السائلة منها، فبدأ يتساءل. إذا هنايا علي لاحظ ملاحظة اللي هي وجيهة، وهو أن الأغذية الصلبة، يعني الأغذية مثلا مثل الكسكس، مثل البطاطس، مثل الطماطم إلى غير ذلك، تحتاج للمضغ، يعني لكي أبتلعها يجب أن أمضغ باستعمال الأسنان وكذلك اللعاب إلى غير ذلك، بينما السائلة لا أستعمل الأسنان، لا أمضغ، فقط أشرب وأبتلع السائل. إذن عكس السائل فإنه لا يحتاج للمضغ. إذن في نظركم بناء على الوضعية وكذلك الصورتين ديال الانطلاق اللتان توضحان أغذية صلبة وسائلة، هنا اللبن وهنا الكسكس، شنو هما سؤال تقصي أو شنو هو سؤال تقصي اللي غادي يجي مناسب مع هاد الوضعية وهاد الصورتين؟ إذن سؤال تقصي غادي نكتبو كما عودتكم في ورقة مستقلة. هنا سؤال تقصي، الفرضيات متعلقة بسؤال تقصي، والملخص أكتبه هنا لأنه في هذا الكتاب الجديد الملخص ما عندكمش في الكتاب المدرسي. إذا انتبهوا معي، سؤال تقصي واضح جدا. وما هي ماذا ما هي الأعضاء أو أعضاء الجهاز، ما هي أعضاء الجهاز الهضمي؟ إذا أعضاء ديال الجهاز الهضمي هذا السؤال الأول. وماذا أو ما وظيفة وما وظيفة وما وظيفة كل عضو أو كل جزء؟ إذا ما وظيفة كل جزء، ما هي أعضاء الجهاز الهضمي والوظيفة ديال كل جزء من ذاك الأعضاء؟ بالنسبة للفرضيات دائما أقول لكم أبدأ بأفترض أن، أفترض أن، إذن أنا أفترض، يعني الافتراضات هي أجوبة مفترضة لسؤال تقصي. إذن أفترض أن الجهاز الهضمي يتكون، أن الجهاز الهضمي يتكون، إذن الافتراضات تحتمل الصواب وتحتمل كذلك الخطأ، يعني ممكن تكون خطأ وممكن تكون صحيحة. أفترض أن الجهاز الهضمي يتكون من ماذا؟ من الفم، من الغدد اللعابية، يعني اللي كاينه في الفم اللي كتسهل لنا عمليه المضغ، المعده مثلا، العصاره المعديه، الكبد، المعي، الدقيق. مثلا تلميذ مثلا معين غادي يفترض هذا الافتراض، هذا واش الافتراض ديالو صحيح ولا خطا؟ باقي ما غاديش نحكموا على هذا الافتراض ديالو. افتراض اخر، افترض ان، وهذا الافتراض هذا غيتعلق بالدور، افترض ان انه من اهم وظائف الجهاز الهضمي. اذا من اهم الوظائف ديال الجهاز الهضمي نذكر هضم الاغذيه وكذلك تبسيطه. اذا حنايا فقط غادي نذكروا واحد الافتراضات اللي هي بسيطه جدا، قد تحتمل الخطا وكذلك قد تحتمل الصواب. اذا باش نعرفوا واش صحاحين هاد الفرضيات ولا خاطئين، غادي ندرسوا هاد اتحقق هنا، اتحقق جو فيغيفي دو ميز هيبوتيز، داكور، يعني غادي نتحقق من الفرضيات ديالي. السؤال او النشاط الاول للتعرف على الاعضاء التي تمر منها الاغذيه بعد البلع، ألاحظ الرسم والمجسم. إذا عندي الرسم هو هذا والمجسم هو هذا. ثم أضع رقم العضو في الخانة المناسبة.
إذن كل وضع كل عضو عفوا غادي نوضع الرقم ديالو هنا. إذن عندي غدد لعابية، كبد، مريء، بنكرياس، معيون دقيق ومعيون غليظ. هنشوفوا في الرسم التخطيطي للجهاز الهضمي. إذن الرسم التخطيطي هو هذا، من الفم إلى المريء إلى المعدة إلى الكبد إلى البنكرياس إلى الأمعاء، المعي الدقيق والغليظ، وهنا كذلك المجسم الذي يوضح كذلك الجهاز الهضمي. نبدأ بالغدد اللعابية. إذا الغدد اللعابية هي رقم واحد. لاحظ هنا عندنا غدد لعابية هي اللي كتعطي ذاك اللعاب لذاك الأكل في اللسان، وكتحاول الأسنان نعم المضغ، وبالتالي ذاك الغدد اللعابية كتسهل عملية المضغ. إذا رقم واحد هي الغدد اللعابية. رقم اثنان، لاحظ إذا رقم اثنان شنو هو هذا؟ هذا يسمى المريء. نعم يسمى المريء. إذن عبره تتم أو يتم نقل عبره ماذا؟ الأغذية نحو المعدة. إذن عبر ماذا؟ عبر المريء. رقم ثلاثة الكبد. نعم رقم ثلاثة هي الكبد. إذن هنايا كيمشي تكنمشي ديك الأغذية نحو المعدة ثم تذهب إلى الكبد. ثم رقم أربعة كيأتي دور البنكرياس. نعم لاحظ رقم ثلاثة، إذا ثلاثة هي هذه كبد، أربعة هو البنكرياس، خمسة لاحظ الخمسة، خمسة هو المعي الدقيق، إذا كنقولوا المعي الرقيق يعني المصران الرقيق، نعم، والمعي الغليظ وهو كنقولوا المصران الغليظ، يعني وهذا عبره يتم طرح الفضلات. إذا رقم ستة، إذا واحد غدد لعابية، اثنان مريء، ثلاثة كبد، رابعا بنكرياس، خامسا المعي الدقيق، وسادسا المعي الغليظ. ندوزو دابا لا دوزيام كاستيون. جو رياليز ليكسبيريونس سويفونت. اذا غادي ندير هاد التجربة التالية. جانترودوي ان مورسو دو بان دون ما بوش، يعني غادي ندخل واحد الطريف ديال الخبز لفمي، اي جو لا ميش لونتومون، وغادي نحاول نمضغو غير بشوية. J'observe le travail effectué par la mâchoire, la langue et les dents. وغادي نلاحظ العمل اللي كيقوم به الفك السفلي، la mâchoire، la langue، العمل اللي كيقوم به اللسان، والعمل اللي كتقوم به الاسنان، les dents. Je décris le résultat de mes observations. غادي نحاول نوصف النتائج ديال الملاحظة ديالي. Ensuite, je complète la phrase suivante avec les mots. ومن بعد غادي نكمل هذه الجملة هذه بهذه الكلمات هادو. سكري حلو، ساليف ستادير اللعاب، مو ستادير رخو. دونك لو بان اي دوفوني، كيفاش كيولي لو بان؟ لو بان كيولي مو، اي ان بيبي دو، ومبلل باش. اذا كيولي مو ومبلل باش باللعاب، ساليف، لان داك الغدد اللعابيه كتفرز داك اللعاب اللي كيساعد اللسان وكذلك الاسنان باش كترجع داك Le pain il est devenu mou. Son goût, le madaq dialo, le madaq dialo avec le khoubz, qui est le sucré. D'accord? Sucré. Très bien. دوزو النشاط رقم ثلاثة دائما في أتحقق. نحن نتحقق من الفرضيات. إذا النشاط رقم ثلاثة، أنجز الباحث الإيطالي سبالانزاني في القرن الثامن عشر التجربة التالية. إذا سبالانزاني دار هذه التجربة هذه. مضغ جيدا قطعة لحم في فمه. إذا جاب واحد القطعة اللحم ومضغها مزيان في فمه. ثم وضع جزءا منها في الأنبوب رقم واحد. ديك الساعة قسم ذاك القطعة ديال اللحم اللي مضغها، النص ديالها داروا في الأنبوب رقم واحد هنايا، والنص الآخر داروا في الأنبوب رقم اثنان. إذا الأنبوب رقم واحد وأضاف إليه عصارة أخرجها من معدته. إذا في الأنبوب رقم واحد وضع ذاك النص ديال القطعة ديال اللحم وخرج واحد العصارة من المعدة ديالو ووضعها تما، ووضع الجزء الآخر في الأنبوب اثنان، والنص الآخر ديال اللحم اللي ممضوغة حطها في الأنبوب رقم اثنان، فأضاف إليه ماء واحتفظ بهما في درجة حرارة تماثل درجة حرارة الجسم 37 درجة دوغري سيليسيوس. إذا في الأنبوب رقم واحد دار نص ديال القطعة ديال اللحم معها عصارة معدية، وفي الأنبوب رقم اثنان عندنا فقط القطعة ديال اللحم ممدوغة مع ماء عادي في درجة حرارة ديال الجسم. لاحظوا هنا النتيجة، وكذلك هنايا أصبح محتوى الأنبوب رقم واحد عبارة عن سائل. لاحظوا الأنبوب رقم واحد كيفاش أصبح؟ أصبح عبارة عن سائل، ما بقاش ذاك القطعة ديال اللحم باينة، واختفت قطعة اللحم. محتوى الأنبوب رقم اثنان، بينما المحتوى ديال الأنبوب رقم اثنان لم يتغير وبقيت قطعة اللحم الممضوغ على حالها. ده القطعة ديال اللحم الممضوغة بقت على حالها. سؤال، وأعبر شفهيا عن نتيجة هذه التجربة وأستنتج دور المعدة. إذا التعبير شفهيا بأنه العصارة المعدية ساهمت في تفكيك ذاك
قطعة ديال اللحم في الأنبوب رقم واحد، بينما لم تتغير وبقيت قطعة اللحم كما هي في الأنبوب رقم اثنان. بطبيعة الحال دور المعدة هو أنه تساهم في تفكيك قطع اللحم. إذا الملاحظة نديرو شنو نديرو؟ اختفت، نديرو بعد نتيجة التجربة، اختفت قطعة اللحم في الأنبوب واحد، ياك. والدور ديال المعدة، دور المعدة شنو هو دور المعدة؟ يتجلى في تبسيط وتجزيء، تبسيط وتجزيء، تجزيء ماذا؟ الطعام بواسطة، نعم بواسطة العصارة المعدية، العصارة المعدية. إذا الدور ديال المعدة كيتجلى في تبسيط وتجزيء الطعام بواسطة ديال المعدة، بواسطة العصارة المعدية. النشاط رقم أربعة، أتعرف دور أعضاء الجهاز الهضمي بالاعتماد على ما سبق ثم أملأ الجدول. العضو هنايا وغادي نبين الدور ديالو. العضو غادي نبداو بالغدد اللعابية، غدد لعابية. شنو هو الدور ديال الغدد اللعابية؟ تبليل الطعام، تبليل الطعام، تبليل الطعام هو الدور. اثنان عندي المرء، بالنسبة للمرء كينقلنا الماكلة، كينقلنا الطعام، نقل الطعام. نعم. ثلاثة عندنا كبد، كبد شنو كديرنا؟ كتزولنا الدهون، إزالة الدهون من الطعام، إذا إزالت الدهون. رابعا عندنا بنكرياس، هذا غنمشيو بنفس الترتيب اللي كاين هنا الفوق. بنكرياس دوره في تنظيم مستوى السكري في الدم، دم تنظيم مستوى السكر في الدم. نعم. خامسا عندنا معيون دقيق، إذا المعي الدقيق دوره وهو امتصاص مواد القيت، امتصاص مواد القيت. سادسا معيون غليظ، معيون غليظ، إذن المعي الغليظ دوره يتجلى في تجميع الفضلات وطرحها، الفضلات، إذن تجميع الفضلات. إذن تعرفنا على كل عضو والدور ديالو. بقى لنا دابا الآن غادي نكتبو الملخص اللي غادي نستنتجوه. الملخص هو كالتالي، يتشكل الجهاز الهضمي، إذن تعرفنا على مكونات الجهاز الهضمي، إذن يتشكل الجهاز الهضمي من أعضاء الأنبوب الهضمي وأعضاء أخرى كالغدد اللعابية والكبد والبنكرياس. إذن هادو هما مكونات أو لا أعضاء الجهاز الهضمي، والبنكرياس التي تفرز ماذا؟ عصارات، التي تفرز عصارات تساعد وتمكن من هضم، تساعد على هضم وتبسيط الأغذية، فتعطي مواد القيت، فتعطي مواد القيت. إذا هذا هو الملخص اللي ممكن نوصل له. يتشكل الجهاز الهضمي من أعضاء الأنبوب الهضمي وأعضاء أخرى كالغدد اللعابية والكبد والبنكرياس التي تفرز عصارات تساعد على هضم وتبسيط الأغذية فتعطي مواد القيت. بالنسبة للأنبوب الهضمي احنا عرفنا، بالنسبة للأنبوب الهضمي عرفنا المكونات ديالو. بالنسبة للمكونات، الغدد اللعابية، المريء، المعدة، الكبد، كذلك المعي الدقيق والمعي الغليظ، كلها مكونات. بالنسبة للغدد أو بالنسبة للأعضاء الأخرى، نضيف الغدد اللعابية، الكبد والبنكرياس. ندوزو الآن باش نطبقو داكشي اللي تعرفنا عليه. ندوزو لأطبق، دائما في الصفحة 12 أطبق، تابعوا معايا. السؤال الأول، النشاط الأول، يستهلك الإنسان خلال 24 ساعة ما معدله؟ البروتينات 80 غرام، الدهنيات 100 غرام، السكريات 320 غرام، الأيونات المعدنية 10 غرام، الماء لتر ونصف. إذا الإنسان في 24 ساعة كيستهلك هادشي هذايا. ويطرح الإنسان خلال 24 ساعة حوالي 150 غرام من الغائط، مكونة من الماء 117 غرام، النشا
آثار الجلوكوز 0 غرام، الدهنيات 2 غرام، البروتيدات آثار مواد أخرى كالصبغات الصفراوية والألياف النباتية، السيليلوز وبكتيريات معوية. خصنا نقارنو ما بين ما يستهلك الإنسان خلال 24 ساعة وما يطرحه الإنسان خلال 24 ساعة من غائط، يعني من فضلات، وقارن كمية البروتينات والدهنيات والسكريات. إذن المقارنة هو أننا غادي نقارنو، غادي نقولو كمية ماذا؟ كمية السكريات. لاحظوا السكريات، ده السكريات هنا 320 غرام، بينما البروتينات والدهنيات عندنا فقط 80، هنا 100 غرام، بجوج بهم يلا 180 غرام، بينما السكريات 320 غرام بوحدها. إذا كمية السكريات أكبر من ماذا؟ أكبر من كميات الدهنيات والبروتينات. إذا الدهنيات والبروتينات فين كتمشي؟ على شكل طاقه، داكوغ، هي اللي كتعطينا الطاقه. استنتاج، نلاحظوا استنتج بخصوص الاغذيه المتناوله خلال 24 ساعه والفضلات المطروحه. اذا الى لاحظنا كميه اغذيه اللي كلاها الانسان في 24 ساعه وقارنتها مع الفضلات اللي غادي يطرحها في 24 ساعه، اذا غادي نستنتجوا ان جسم الانسان يستفيد من مواد القيت ولا يطرح او لا يتم طرح الا ما هو غير مفيد، وهو قليل مقارنه مع ما نستهلك، وهو قليل مقارنه مع ما نستهلك. اذا اعيد الاستنتاج، اذا ما بقاليش او ما كاينش بلاصه هنا باش نكتبوا، غادي نقولوا فقط شفويا. الاستنتاج هو ان جسم ديال الانسان كيستهلك او لا كيستافد من مواد القيت، كيستافد من مواد القيت، ولا يتم طرح الا ما هو غير مفيد. علاش؟ لانه الكميه اللي استهلكها الا جمعنا 320 وزدنا عليها 80 هي 460، زدنا عليها 100 هي 560 زائد 10 غرام هي 570، عادي الا زدنا الماء، عاوتاني شوف شحال غتكون الكميه. ولكن الا لاحظناها او قارناها مع الفضلات يلاه 150 غرام، يعني الجسم ديال الانسان كيستافد من مواد القيت بزاف، وما كيطرح الا ما هو غير مفيد، كيطرح شي حوايج اللي ما هما غير مفيدين، وهو قليل مقارنه مع ما نستهلك. صافي، اذا هذا هو الاستنتاج. لا دوزيام كيستيون دائما في اطبق جو باغ لانتخي دون لا فراز سويفونت، غادي نحاول نشطب على الداخل، على الكلمه الداخله، على هاد لافراز هادي، داكوغ. لو تيوب ديجيستيف الانبوب الهضمي اي فورمي دو لا بوش دو لويسوفاج دو ليستوما دو فوا اي دي زانتستان. كيقول لك بان الانبوب الهضمي كيتكون من الفم، من المريء، من المعده، من الكبد، ومن الامعاء. هذا خطا، هنايا فقط كيتكون من لابوش صحيح، لويسوفاج وي، ليستوما وي، لي زانتستان وي، ولكن من الكبد ما كتكونش من الكبد. هذوك اعضاء اخرى متدخله كالغدد اللعابيه كالكبد وكالبنكرياس، مفهوم؟ وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو اللي كانت كتخص الصفحه 12 من كتاب المتعلم والمتعلمه من هل النشاط العلمي. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.